الآن باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اجاوب معاكم مجموعه من الاسئله، وبعد الاسئله دي نشوف الكلمه بتاعتنا بنعمه ربنا. في سؤال كبير قوي في صفحه مش ممكن طبعا اقراه، لكن هقول كده في كلمتين اللي هو وهي من محافظتين مختلفتين في الصعيد، وهو قايل ان اقول صاحب السؤال الطويل قوي. اوكي، انت كده فهمت. بص يا ابني، الموضوع ده كله تقعد مع أب اعترافك وتفكر معاه بهدوء وتاخد قرار. لو انت عاوز رأيي أنا، انك انت تتكلم وما تضيعش الفرصة. اللي انت بتقوله كلام معقول قوي عن ظروفك، وبالتالي عشان ما تندمش بعد كده ان كان قدامك فرصة وضيعتها، انا في رأيي تاخد خطوة إيجابية وتفاتح البنت بعد ما تكون صليت، وبالأفضل تقعد مع أب اعترافك. بحسب الداتا اللي مكتوبة عندي أنت ممكن تكلمها مباشرة، لو في حاجات تانية يبقى لازم تاخد رأي أب اعترافك. لو في حد، يعني أنا صاحب السؤال بيقول مش عاوز يقول التفاصيل عشان ما انكشفش، لكن هو السؤال ممكن يمثل حالة عامة. لو أسرة ظروفها صعبة قوي بعد وفاة الأب، وفي واحد عائل أو واحدة عائلة للأسرة دي، يعني واحد من الولاد اتخرج ودخل كلية وبقى مرتبه معقول، هو بيسأل سؤال محدد إن عنده دلوقتي تحدي بين حاجتين، إن لازم يكون نفسه، وفي مسؤولية ناحية بيته، في مسؤولية ناحية بيته. فهو بيقول أوقات ضميري بيتعبني إن أنا ما بصرفش على البيت، وفي الوقت نفسه طب أنا أعمل إيه في حياتي ومستقبلي؟ ما هو محدش هيساعدني وأنا بكون نفسي. وبيقول أنا بكتفي إن أنا بدفع الإيجار الشهري للبيت. أنا بس عايز أقول حاجة عشان أكون محدد معك. لو أنت أساساً أو أنت أو هوإيفر، يعني صاحب السؤال ده، لو أنت مثلاً بتدفع إيجار شقة إيجار حديث 2000 جنيه، طب ما دي مساهمة مش قليلة، كتر خيرك إنك بتدفع الإيجار. لكن لو ده إيجار قديم 40 جنيه وبتقول أنا عليا الإيجار، يبقى أنت ما بتدفعش حاجة قدام احتياجات الأسرة. فالسؤال غامض شوية لأن أنا مش عارف تفاصيله. يعني أنا مثلا مش عارف المرتب قد إيه، ومش عارف متوسط دخل الأسرة. أنت كاتب عموميات إن ماما بتصرف من المعاش، طب ما هو ممكن المعاش ده يكون قليل مش مكفي حتى الاحتياجات الأساسية. فإزاي أنا هحوش وأهل بيتي ولحمي اللي ربوني مش لاقيين الحد الأدنى للحاجات الأساسية؟ فلو أنت مثلا مرتبك، أنا بقول أي أرقام، 5000 جنيه وبتدفع 2000 جنيه إيجار، يبقى كتر خيرك. 1000 جنيه هتصرفهم على الشغل اللي انت بتقوله والبنزين والعربية والحاجات دي، وال2000 جنيه بتصرفهم على او بتحوشهم او بتجيب لبس علشان شغلك whatever يعني. لكن الارقام تبين الاجابة، لكن انت كاتم كلام مبهم. فانا بقولك ممكن تكون الشجرة الشقة ايجار قديم بتدفع فيها ملاليم، وممكن تكون الايجار حاجة كبيرة يساوي مثلا تلت او نص مرتبك، يبقى كتر خيرك. فلما يكون السؤال مكتوب بالتفصيل ممكن الاجابة تكون اكثر واقعية. واحدة بتقول يا أبونا أنا صليت كتير لبابا، كان تعبان ورغم صلاتي كان تعبه كل يوم بيزيد، وأنا ما كنتش بفقد الأمل وثقتي في ربنا كبيرة وبشجع اللي حواليا، وجي في يوم بابا تحسن وفرحت وحسيت إن ربنا سمعني وبيسندني، وتاني يوم صليت له في القداس ورجعت على خبر وفاته. من الوقت ده أنا حزينة جدا وبعيط كل يوم ومش قادرة أعدي على الوجع ده، لدرجة إن أحيانا بعيط في أحلامي لأنه أغلى شخص عندي وربنا عارف كده كويس. وكمان بقيت مقتنعة إن ربنا مش بيسمع الصلاة، بقيت خايفة أصلي لأي حاجة تاني وممكن أفقدها بعد ما أصلي. قررت مش هطلب من ربنا حاجة تاني في صلاتي، بروح القدسات بس حياتي الروحية ضعيفة، مش عارفة أصلي بعد اللي حصل ولا أقرأ في الإنجيل وبكتفي بالعياط، أعمل إيه؟
عندنا مشكلة خطيرة. المشكلة الخطيرة إن الصلاة الأساسية اللي بنصليها في أبانا لازم تكون لتكن مشيئتك. يعني كل طلباتي بقول له يا رب أنا نفسي أرتبط بالبنت اللي معايا، الخادمة اللي في الكنيسة اللي أنا بميل ليها اللي اسمها إيريني، لتكن مشيئتك. أنا نفسي يا رب الشغلانة دي تجيلي لأن دي شغلانة أحسن وفيها مرتب أكتر وأقرب لبيتي وهتوفر لي ساعة مواصلات، لتكن مشيئتك. يبقى الإنسان الروحي لأنه يثق أن أبوه تدبيره أعلى من رؤيتي وأعلى من رغبتي، فمن كتر ثقته في أبوه بيقول كل اللي نفسه فيه ويقول له رب لتكن مشيئتك. وربنا بيجاوب ثلاث حاجات زي ما اتعلمنا، يا بيقول لي حاضر وهفرحك باللي انت عايزه، يا يقول لك لا استنى شويه، يا يقول لك لا الطلبه اللي انت بتطلبها دي غير تدبير الالهي، لان بابا ده متحدد يوم وفاته من قبل الخليقه. يعني عند ربنا ما فيش ماضي وحاضر مستقبل، فده يومه. فاحنا بنصلي بنقول له يا رب ان اردت انت تشفي. عارفين ربنا صلى ازاي في البستمان بثمان جسيماني؟ قال ايه؟ يا رب ان اردت وان شئت ان تعبر عني الكاس ده، لكن لتكن مشيئتك، لتكن إرادتك مش إرادتي أنا. هو ده النموذج الأساسي في الصلاة. وإلا هنصطدم مع ربنا، هنطلب طلبة معينة ما تجيش نقول ربنا ما بيسمعش الصلاة، والشيطان ساعتها هيفترسك وهيفترسك يقولك فين ربنا بقى، فين ربنا بقى. لا، أساس الصلاة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يا بونا عاوز أعرف إيه أفضل الكتب اللي ممكن تبنيني روحياً، وخصوصاً في العقيدة. أنا في سن الشباب مثالي، أنا السؤال ده جاوبته قبل كده. ومع هذا أنا هقول لك إن قداسة البابا شنودة الله ينيح نفسه ساب لنا ذخائر من الكتب الروحية وذخائر من الكتب العقائدية الكافية جداً إنك أنت تعرف. العقيدة بحورها واسعة قوي. على الأقل في عندنا خمس عقائد مسيحية أرى فيهم، اللي هم التجسد والفداء ولاهوت المسيح، الثالوث الأقدس، الحياة المقامة، اللي هم العقائد اللي جت في قانون الإيمان. وفي عقائد بتتكلم على الفروق اللي بيننا وبين الطوائف الأخرى، ليه إحنا كنيسة طقسية وهم بيقولوا إيه إحنا بنقول إيه. في كتاب اسمه أسرار الكنيسة السبعة، ده كتاب عقيدي عمله الأرشدياكون حبيب جرجس الله ينيح نفسه، كتاب حلو قوي. فالكتب كتيرة قوي قوي، ولو رحت الأمين المكتبة قلت له ساعدني ألاقي كتب عقائدية بسيطة هيساعدك. في واحد سائل سؤال هو هيفهم الإجابة بتاعته، اللي بيسأل على الفيتشيزم. الفيتشيزم دوت درجات، في درجة منه مقبولة وفي درجة منه عالية شوية مش مقبولة. لو تقدر تبعت لي تاني نفس السؤال بالإيميل بتاعك أو برقم تليفون أنا هقدر أجاوبك بإيضاح، لكن مش الاجتماع هنا مكانه إن إحنا نتكلم على الظاهرة دي عشان ما نربكش الناس يعني. لكن يبقى ابعت لي الإيميل أو رقم تليفون. أنا واحد سأل سؤال شوية يعني إيه استغربته أنا بسمعه. عزيزي أبونا، أنا شخص متزوج لكن عندي مشكلة كبيرة في موضوع الزواج الواحد، اني دايما حاسس ان عايز اتجوز تاني واتجوز تالت، وحاسس ان عندي عاطفة تكفي كل الستات، يعني تكفي اكتر من جواز مرة واحدة. يعني هو مستخسر طاقة العاطفة اللي عنده دي تتوجه لواحدة لحسن تكهربها، فهو عاوز يوزعها هنا 220 فولت وهنا 110 فولت وهنا 9 فولت لحسن لو دخل على واحدة يصعقها من كتر العاطفة. يعني اوعى تزعل مني انا بضحك بس. وبتجيلي فرص للخيانة. طب ما انت لو بتحب مراتك الحب ده كله هتجيلك فرص للخيانة ازاي يعني؟ وبمنع نفسي بالعافية لاني مش عايز اغضب ربنا، خصوصا اني بحس لما بضعف ربنا بيحاسبني في نفس الوقت وبيبعت لي عقاب سواء في الشغل او حياتي. بتابع مع اب اعترافي وبعترف وبتناول وارجع اضعف تاني، محتاج تدريب قوي ومش بعرف اصلي بانتظام وما تعودتش على الصلاه. بالنسبه لي انا بتفرج على التي في لحد ما انام وما صليش. اسف على الاطاله وصلي لي يا ابونا، ويا ريت لو اقدر اقابلك ولو مره واحده. لا كتر خيرك، مش تحبني تبقى مشكله. انت عندك طاقه كبيره يا عم، انا مش قدك.
ويا ريت لو اقدر اقابلك. لا بص، تعالوا نتكلم بقى بجد. انت دلوقتي بعيد عن الضحك والهزار، انت قلت ايه؟ قلت دلوقتي ان انا بفكر في الزواج الواحد، مش كفايه عليا الزواج الواحد، عايز تعدد زوجات. يعني اول حاجه واضح ان في حرب شهوه مسيطره عليك قوي، بس علشان ما نقولش احنا حرب شهوه ودي كلمه بايخه انها تتقال، فانا بحط عنوان لطيف قوي: انا مش مقتنع بفكره الزوجه الواحده، انا عاوز اتنين معاها وتبديل وتوفيق وجدول وحاجه زي كده. الحقيقه الكلام ده بيغطي شهوه وعدم اكتفاء بشريعه ربنا، لان ربنا لما خلق ادم ما خلقش معاه اتنين حواء، حووان وحواتو وابل سري حواز، ما فيش الحاجات دي كلها، يعني هي كانت حواء واحده فور جود، واخدين بالنا؟ يبقى دي تربير الله. نمره اتنين، انت بتقول انك انت بتقول الاب اعترافك بس بترجع تضعف، وبتقول انت ما بتصليش وما بتقراش. طب ما هو اساسا الصلاه والقرايه هي اللي هتدي لك نوع من انواع البناء الروحي، تحببك في ربنا اكتر، تسيطر على نزعاتك العاطفيه اكتر، وهتحس بتدبيره وتقبل كلامه. لكن انت العلاقه بتاعتك ان عندي فكره متسلطه عليا، بروح اقولها لابونا وارجع ترجع لي تاني، اروح اقولها لابونا. طب ما ابونا بدي لك روشته، بيقول لك اقف قدام ربنا، اعمل مطانياتك، صلي مزاميرك، صلي قداساتك كتير، اقرا في الكتاب المقدس، هات كتاب روحي بيتكلم عن العفة، عن الطهاره، عن شريعه الزوجه الواحده لقداسه البابا شنودة، برضو كان في كتاب اسمه شريعه الزوجه الواحده. فارجوك اقرا من غير ما تتملي بربنا، هتبقى انت عامل زي كيس الفاكهه البلاستيك الفاضي ده اللي شويه هوا تطيره وشويه هوا تنزله. لكن لما تتملي بربنا، جبنا الكيس ده وحطينا فيه رمله مثلا او حطينا فيه اسمنت، الهوا مش هيقدر يطيره. فانت اسف ان انا بقول لك كده، انا ما اعرفكش فعشان كده واخد راحتي في الكلام. من جوه انت فاضي روحيا، وطول ما انت فاضي روحيا الشيطان هيلقفك يمين وشمال. لا، لازم تصلي ولازم تقرا ولازم يكون لك علاقه حقيقيه مع ربنا جوه المخدع، مش خارجيه وبس. ابونا انا طالب في سنه تانيه ثانوي ورايح تالته، مشكلتي ان تعبت جدا في اولى وتانيه ثانوي في المذاكره، لكن قدسك اكيد سمعت على المهزله اللي حصلت في الامتحانات اللي على التابلت. كل اللي معايا تقريبا كانوا بيحملوا برامج على التابلت بتبعت لهم الاجابات، وانا ما عملتش كده، والنتيجه ان جبت درجات كويسه، لكن غيري اللي ما ذاكرش جاب درجات حلوه برضو ويمكن احلى مني. كل ده خلاني احس بنقص، بقيت عايز اظهر وابان وابهر الناس سواء في البيت او في الكنيسه او في الشارع، بقيت بشحت التشجيع من الناس وعايز اعمل اي انجاز عشان اجذب انتباه الناس. وبعدين سمعت ان في كتاب بيقول ان الحل هو الخدمه، هتخليك فرحان. لكن المشكله ان برضو معظم الكنايس، بص يا حبيبي انت قلت مشكلتين، مشكله التابلت، ودي كانت مشكلة في أولى وتانية ثانوي، ولما جم في تالتة ثانوي وما طبقوش التابلت طبقوا حاجة اسمها البابلز اللي هي المالتيبل تشويس دي اللي هي صح وغلط. وبالتالي اللي بيمشي عليك بيمشي على الكل، وحتى لو حصلت فيه حالات غش أنت كنت في سنة من سنوات النقل. وبعدين ما فيش حاجة اسمها إن بيقولوا إن دفعة التابلت دي دفعة فاشلة، جبت منين الكلام ده؟ يعني بلاش الأفكار دي تهزمك. ده جزء، فأنت أدخل ثانوية عامة، اعمل اللي عليك. انتوا كده ما بقيتوش اول دفعه، عندكم خبره دفعه قبل كده امتحنت، ممكن تسالوهم وتشوفوا نماذج الامتحانات كتير قوي بنظام المالتيبل تشويس. دي نمره واحد. نمره اتنين، انك انت بتقول على حاجه معينه، بتقول ايه؟ بتقول ان انا عايز ابقى باين وظاهر. دي مشكله، المشكله دي اسمها مشكله صغر نفس. يعني ايه مشكله صغر نفس؟ الإنسان لما بيحس إنه صغير أو قليل يتحارب إنه يبقى عاوز ينتشر ويكبر والناس كلها تعرفه. دي مش في سكتنا قوي. لا، مرتبطة يا إما بصغر النفس يا إما بالكبرياء. أنا عاوزك تهدى، تهدى. أنت النهاردة في تانية ثانوي وطالع تالتة ثانوي، أعتقد إن ابتدوا يستعدوا من شهر أغسطس، سواء بيحجزوا في حاجة أو أنا مش عارف النظام إيه دلوقتي، هل في سنترز ما في سنترز، لكن ابتدت الناس تستعد. فركز السنة دي في المذاكرة، بعد ما تخلص تلت ثانوي إن شاء الله تكون الكنائس فتحت كلها وتبتدي تخدم فيها وتنتصر على الفراغ اللي انت فيه. بس انت بتفكر كتير قوي. حد بيسأل بيقول عندي استفسار بالنسبة للندر،
أنا كنت دايما أقول أني مش بحب أندر ولا أربط أي طلب بمبلغ معين، وأن الأفضل أحط فلوس في صندوق الكنيسة كله هيوصل لربنا. بس كان عندي مشكلة وندرت ندر للقديسة دميانة مبلغ معين، ولما اتحلت رحت ووفيت الندر. بس في نفس اليوم كان عندي شغلانة ولقيت مكسبي منها نفس قيمة الندر بالضبط اللي دفعته، فهل ده معناه ان ربنا ما قبلش مني حاجة ورجع لي؟ يعني مثلا كان علينا ندر 500 جنيه فدفع 500 جنيه رجع كسب 500 جنيه، فهو متخيل ربنا بيقول مش عاوزين من وشك حاجة، فلوسك رجعت لك. يعني الحقيقة ما تتعاملش بالطريقة دي، ما تتعاملش بالطريقة دي وما تفهمش كده. اقبل ان معقولة يا رب، معقولة، واشكر ربنا وادفع كمان جزء من 500 عشور وخدها ببساطة. حد كاتب سؤال بالانجليزي هقراه كده بسرعة وبعدين هقوله. في واحدة بتقول انا في واحد عارفة ان مش هو الشخصية المناسبة ليا بكل المقاييس، لكن أنا للأسف ما بقدرش أبعد عنه. أنا عارفة أن مش هو ده الرايت بيرسون، الشخص المناسب يعني، but I love him وعايز أتجوزه، بالرغم أن أنا عارفة لو جوزته الجوازة هتبقى فاشلة لأنه مش الشخص المناسب. لا لا لا، بصي بقى، اللي احنا فيه ده أنا مش عارف سنك كام، بس يا هو مراهقة يا هو مراهقة، يعني يا إما مراهقة في سنها يا إما مراهقة متأخرة. يعني إيه مراهقة سنها؟ مراهقة في سنها يعني 17 18 19 20، دي اسمها مراهقة في سنها. طب يعني إيه مش مراهقة في سنها؟ يعني عندها 28 سنة بس لسه قلبها وعقلها عقل واحدة إيه مراهقة. الارتباط برتبط بصفات مش بشكل ومش بباشن. اللي انت فيه ما اسموش حب، اسمه نزوة حارقة. يعني ايه نزوة حارقة؟ يعني لما بشوفه برتبك وبعرق وده بتلج وقلبي بيضرب بسرعة قوي قوي، وقول هو ده يا هو ده بلاش، هو ده بلاش. طيب ده ما عندوش شغل، هو ده بلاش. طيب ده ما عندوش أخلاق، هو ده بلاش. طب ده ما عندوش شقة، هو ده بلاش. لا لا، يعني مين بقى هيوافقك؟ يعني انت بتقولي يا سلام الدواء ده، الكبسولة دي حلوة قوي 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 قوي، لونها موف على أحمر على أصفر، لا لونها مغري جدا جدا، بموت في الكبسولة دي بس فيها سم، هتبلعيها؟ ما احنا لازم يكون عندنا عقل. فطبعا مفيش حاجة اسمها كده. الارتباط بيقوم على مواصفات، بيقوم على مسؤولية. طب انت بتحبي واحد وبعدين طلع إنسان نرجسي، طلع إنسان أناني، طلع إنسان سلبي، هتعملي له تمثال وتحبي فيه؟ في الآخر خالص لما الواحدة بتتجوز عاوزة راجل تحس إن ليها سند، حد بيدبر، حد بياخد قرار، أو حد طيب بيطبطب. يعني مش مهم يكون شخصية قيادية ولا شخصية هادية ولا شخصية اجتماعية، المهم يكون شخصية سوية. فأنت شايفة إن هو مش مناسب وعاوزة تتجوزيه؟ إزاي يعني؟ يعني لو واحدة مثلا أقولها لكم بصورة بناتي، لو أنت مقاسك 14، أنا بقول أي رقم يعني، أنت مقاسك 14 ولقيت حيط فستان روعة مقاسه 6، طب هنعمل لك فيه إيه ده؟ هنعمل لك فيه إيه يعني؟ ده وعملنا لك فوم وصابون مش هيخش. طب هنعمل إيه؟ أنت مقاسك 14 والفستان مقاسه 4 أو 6، يعني ينفع؟ طب هو أحلى فستان في السوق، بس مش مقاسي. يبقى الإنسان بيشتري مقاسه، الإنسان بيتجوز اللي يناسبه مش اللي مبهور بيه، يتجوز اللي بيناسبه مش اللي مبهور بيه. أتمنى يا بنتي الرسالة تكون وصلت. يا أبونا عندي مش بعرف أعترف كويس قوي إيه الأخطاء اللي بقع فيها، وقريت محاسبة النفس. لا، أنت تقول لأبونا أنا على قد في الاعتراف، من فضلك يا أبونا ساعدني في الاعتراف مرة واثنين وثلاثة وطول بالك عليا لغاية لما أعرف أعترف كويس. عندي سؤال، لما أكبر في السن وأعجز المفروض أقضي وقت إزاي؟ أنا بشوف كبار السن مش بيعملوا حاجة غير النوم والأكل،
حتى الخبرات بتاعتهم مش بتبقى مناسبة للعصر، كأن كل جيل بيبقى في وادي. أنا خايفة لما أكبر ما يبقاش لي لازمة كده. لا لا لا، أنا أعرف ناس فعلا بدأت حياتها الجميلة بعد المعاش، ابتدت تقرأ الإنجيل وابتدت تترجم، كان عندهم مثلا حاجة في اللغات متميزين فيها، ابتدوا يخدموا، ابتدوا يتواجدوا في الكنيسة فترات أطول، أيام روحية، مؤتمرات، ابتدى يجيب أحفاده ويطبق الوصية، أنه يقص الوصية الإلهية على أولاده وأولاد أولاده، ويستمتع بأحفاده ويعمل لهم أكلات مخصوصة. ده كل سن ليه متعة وكل سن ليه جماله، طالما أنا مع ربنا فكل حاجة حلوة. فالناس الكبار دول بركة، أنت الصورة بتاعتك متشائمة شوية. لو في علاقة ارتباط بس ما كملتش، ازاي اتخلص من الذكريات السيئة اللي حصلت والكلام البايخ اللي سمعته منه؟ مع العلم ساعات بشوفه في الكنيسة في القداس من غير ما اكون عارفة انه جاي، بس برجع افتكر اللي فات، وخصوصا ان اللي حواليه كانوا مشجعيني على الموضوع مع ان كان من جوايا ما كنتش مقتنع بيه وفعلا كان عندي حق. لا بص يا بنتي، في اوقات الانسان بيعذب نفسه لان بيروح للصفيحة اللي فيها الماضي ويفتح الغطا وكل شوية يوطي ويشم. أوقات بنحتاج إن إحنا، وخاصة البنات بيصعبوا علي أكتر من الولاد، لأن الجرح بيبقى مقصر قوي مع كل واحدة، تقول لها إيه ده أنت فكيتي تتوجع، تشوفه تتوجع، تشوف أخته تتوجع، تشوف حد صاحبه تتوجع. يعني البنات وجعهم كتير ومتعدد وزوايا كتير قوي. يمكن الولاد بيبقوا أقوى شوية في الحتة دي، يعني بيقفل الموضوع ياخد له يومين ثلاثة تعب وخلاص انتهى. يعني البنت بتقعد أكتر من كده شوية. أنت حاولي تعملي كنترول بالإرادة على فكرك ومشاعرك، حتى لو أدى الأمر أنك لفترة معينة تصلي في كنيسة تانية، عشان كل ما بتروحي بتشوفيه بتتعبي. لو أدى الأمر، لو أدى الأمر. لكن قادرة تعملي كنترول على نفسك، روحي الكنيسة وما فيش مشكلة. بس الإنسان يقدر، بص يا جماعة، كل ما الإنسان بيوحي لنفسه الفكرة بيصدقها. يعني لو أنا قلت مش قادر أنسى، مش قادر أنسى، مش قادر أنسى، أنا بثبت في العقل الباطن بتاعي فكرة إن أنا رافض إن أنا أنسى. لكن أقول أنا لازم أنسى وهقدر أنسى، أنا لازم أنسى وهقدر أنسى وهقوي نفسي، أنا لازم أنسى. طبعا وجود مرشد في الحالة دي بيساعد في بعض الأحيان، وبالتالي أنا لو قدرت أشد على نفسي فعلا هقدر أطلع بسرعة. فبدل ما الوجع ياخد له 6 أشهر هياخد له 2 شهر. ما احنا مش هنجيب الولاد اللي بياخد له 2 يومين، يعني كده كده الولاد بياخدوا 2 يومين. لا، البنات هتاخد مثلا بدل 6 أشهر 2 شهر، 1.5 شهر. ولو هي عملية وشغالة وليها كارير وتسبيحة وألحان ونص الليل ووعظات وكنايس ونهضات، الموضوع لا هيكون أسرع في الهيلينج بتاعه. فكل ما الإنسان بيشغل نفسه ويكون واقعي العلاج بيكون أسرع. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في مرات سابقة في الاجتماع أنا فاكر، بس مش فاكر إمتى بالظبط، 2 3 سنين، اتكلمت معاكم عن التغيير، واتفقنا إن التغيير ممكن والتغيير بياخد وقت والتغيير ربنا عاوزه والتغيير تقدر توصل له، ونماذج كتيرة قوي على ناس اتغيرت من الخطية للقداسة ومن حياة الخلاعة لحياة البر. كل ده اتكلمنا عنه في التغيير. النهاردة أنا جاي أصدمكم وأقول لكم عن موضوع هنتكلم فيه اسمه ناس ما بتتغيرش. ناس ما بتتغيرش بالرغم من ان ايماننا ان الانسان قابل للتغيير وقابل للتعليم وقابل للازدياد، وان المسيح جه وقال اتيت لتكون لهم حياه ويكون لهم افضل، وكلمه افضل يعني حاجه احسن من حاجه، يعني انت بتتغير للاحسن. يبقى بنتكلم هنا على عمليه التغيير. النهارده هقول لكم ان بالرغم من ايماننا بالتغيير في ناس غير قابلة للتغيير. Does it make sense اللي أنا بقوله ده، إن في ناس غير قابلة للتغيير، ولا أنا ببالغ، ولا أي إنسان ممكن يتغير؟ ما فيش حاجة اسمها إنسان مش ممكن يتغير. قولوا رأيكم بصراحة، أي إنسان ممكن يتغير لو هو عاوز إنه يتغير.
تمام، أكيد الكلام ده صح. النهاردة بقى هكلمكم على مجموعة من الناس فيها بعض الأمور، لو الأمور دي مش موجودة، أو آسف الأمور دي موجودة فعلا، عملية التغيير وعملية التصحيح وعملية التوبة تكاد تكون مستحيلة، تكاد تكون إيه؟ مستحيلة. علشان كده أنا هتكلم معاكم النهاردة في موضوع اسمه ناس ما بتتغيرش. مين الشخصيات اللي ممكن تكون غير قابلة للتغيير؟ أحب أخد رأيكم. هو في شخصيات فعلا ما تتغيرش، زي مين؟ شخصية اسمها الشخصية، قولي بصوت عالي، الناس اللي بتقول أو شايفة ما فيهاش حاجة غلط صح. الناس دول ليهم اسم، اسمهم واقعين في حاجة اسمها الإنكار، بالإنجليزي اسمها denial. يعني ايه denial؟ يعني واحد بينكر الكلام اللي فيه. زي مثلا على سبيل المثال بطرس مثلا شايف ان مش ممكن كان ينكر المسيح. المسيح بيقول له ممكن كلكم هتسيبوني وهتجروا وتسيبوني. لا 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 اللي انت بتقوله ده تكلم صح من فضلك يا رب، الناس دي كلها ممكن تنكرك ما عدا انا. ده واقع في حاجه اسمها ايه؟ denial. denial يعني ايه؟ يعني انكار، يعني في حاجه بس بينكرها. انت فيك الخوف وممكن تخاف، ووقت الجد ممكن تسيبني وتجري وتنكرني ثلاث مرات، بس بطرس كان عايش في الدينايل. اوقات كلنا بيبقى فينا عيوب، يعني واضح قوي قدام كل الناس انك انت مغروره شويه، فحد يقول لك مغروره؟ انا مغروره؟ انا مغروره؟ الحقيقه انا مش مغروره، انا انسانه واثقه في نفسي، بس اللي بيغيروا مني بيقولوا عليا ان انا. احكي لكم حكايه يمكن اكون حكيتها لكم قبل كده. في يوم من الايام في بنوته من اجتماع الراعي الصالح، بس الكلام ده مثلا من 10 12 سنه، قالت لي يا ابونا وانت بتوعظ بخاف منك. فانا قلت لها بتخافي مني ليه؟ قالت لي انت بتبرق وانت بتوعظ بتبرق. قلت لها دينايل اهو، انا ببرق؟ انا ببرق؟ ده انا عاده كده ممكن اضحك مع الشباب وانا بتكلم والموضوع بيبقى لطيف. انا لا لا يا بنتي لا لا ما ببرقش. البت قعدت لي هنا في الحته دي كده، قعدت لمده شهرين ثلاثه تصورني بالموبايل، وعملت لي 60 صوره. لا قالت لي 60 صوره، قالت لي بتبرق ولا ما بتبرقش؟ انا بصيت لقيت واحد شغال في فيلم رعب بس شبهي، بس من كتر الدنايل قلت لا مش انا برضه. طبعا انا بضحك، اه طلعت انا، بس انا اوريدي الايمج اللي عن نفسي انا ان انا ما برقش، بس طلعت ببرق. فده اسمه دينايل، ان انا بنكر حاجه فيا. طب طول ما انا عايش في الدينايل، طول ما انا عايش في الانكار، ليه اتغير او ازاي هتغير؟ الحقيقه مش ممكن هتغير لان انا عايش في الدينايل. فاهمين يعني ايه؟ انت عايش في الانكار. انا بقول لك انت بخيل، ده قصة حقيقية حصلت، قصة حقيقية حصلت. إنسان كان بخيل جدا جدا جدا، يعني تنايح من 10-12 سنة، بس قصة أنه بخيل جدا جدا جدا، يعني بالشواهد بخيل جدا، اللي هو يعني يوم ما توفى طلعوا علب السمنة مليانة روزن بمتينات غير الفلوس في البنوك وحاجة زي كده. فلما كنت بقول له طبقا للمقاييس بتاعت دلوقتي، ما فيش شاب في جامعه بياخد 50 قرش في اليوم مصروف، على الاقل 2 جنيه في اليوم مصروف at that time، يعني المينيمم 2 جنيه. قال له ليه ياخد 2 جنيه؟ يروح الكليه ماشي يرجع راكب، او يروح راكب لو مستعجل ويرجع يتمشى على مهله. ايوه دول، بس احنا بنتكلم على 10 محطات اتوبيس، وماله؟ هو مش قادر يقتنع، شايف ان كل البيت مسرف وهو الوحيد اللي عنده حكمة. ده واقع في حاجة اسمها الدينايل. الشخصية اللي عندها الإنكار دي شخصية مش ممكن تتغير، لأنه بينكر العيب اللي فيه. طب هيقدم توبة إزاي؟ طب هيطلب نصيحة إزاي إنه يتغير؟ أوعوا يا أولاد نكون إحنا النوع ده، إن إحنا بنقاوح وبننكر، تبقى البطحة في راسي قد كده وأقول أنا زي الفل ما فيش حاجة. ده اسمه الشخصية الإنكارية أو الدينايل بيرسوناليتي. شخصية قريبة منها تاني غير قابلة للتغيير، عاوز أقول شخصية تانية؟
لا انت بتتكلم في حته طبيه، انا بتكلم في حاجه تمشي معانا احنا، يعني مش بتكلم على اضطرابات الشخصيه، بتكلم على مش الامراض اللي يعني بتكلم على بعض الطباع، يعني منها الدينايل ده طبع في ناس كتيره قوي، لغايه لما انا شفت الصوره امنت ان انا ببرق، امنت، فانا خلاص شفت الصوره امنت مش محتاج علاج نفسي. انا بتكلم على حاجه اقل من اللي انت بتقوله، بس اصله رفيق دكتور فهو واخدها في مستوى عالي شويه. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، ايه تاني شخصية ممكن مش ممكن تتغير ولا عاوزة تتغير؟ ها؟ ها؟ نزلي يقول هايل هايل، بس دي اخر حاجة هختم بيها. ها؟ برافو. تاني شخصية هي الشخصية، شخصية الشخص اللي هو الانسان الكسول. الانسان الكسول ده اتحرك ليه؟ أعمل ليه؟ عارفين زي مين الكسول ده؟ أقول لكم على حاجة من الكتاب المقدس عن شخصية الكسول. صاحب الوزنة، فاكرين صاحب الوزنة؟ إيه صاحب الوزنة؟ المسيح وزع 5 وزنات ووزنتين ووزنة، فواحد جاب بالخمسة خمسة وواحد جاب بالاتنين اتنين وواحد أخد وزنة وقال له أنا عرفت إنك أنت يعني إنسان شرير وقاسي وبتاخد من حيث لم تتعب، فأنا قلت أعمل لك حاجة أريح دماغي وحط الوزنه دي في احفر وادفنها ولما تيجي اديها لك. قال له يعني انت ما عملتش حاجه؟ قال له اه. المسيح عاقبه الحقيقه على كسل. مين تاني كانوا كسالى في الكتاب المقدس مشهورين وبتقروا كتير قوي في القطمارس؟ العذارى الجاهلات ولم ياخذن معهن ايه؟ زي ده. قال لك وكل يوم يصلي يقول لك خليها بكره، وكل يوم يقول لك خليها بكره، وبكره ده ما بيجيش. فلما جه العريس وهم بيقولوا قد أبطأ، ايه اللي حصل؟ اول ما خبط العريس ما كانش ليهم نصيب معاه لان هم كانوا كسالى. فلو انا انسان كسول حتى اقل مجهود مش عايز اعمله، ده ممكن ابونا يتحايل عليا ويقول لي يا سيدي صلي 5 دقائق بلاش باكر كلها، 5 دقائق من باكر وخمس دقايق من غروب، واديتكم التدريب ده قريب، وخمس دقايق كتاب مقدس، يعني في 24 ساعة ارمي الموبايل ربع ساعة وطلع لربنا ربع ساعة في اليوم. يبتسم. عارفين يبتسم باندهاش وانفهاش. ليه منفهش؟ ليه؟ عشان عارف انه مش هيعمل. قول. الكلام بفلوس. قول. طب 3 دقايق 3 دقايق 3 دقايق. كل تقوله كويس. يبقى قابلني. هو مش عاوز يتحرك. واحد كسول. حلو قوي. يبقى نمرة 1 الشخصية الإنكارية أو اللي بتنكر، نمرة 2 الكسول مش ممكن يتغير ما لم يقوم من كسله ويتحرك. في شخصية تالتة اسمها الشخصية الإسقاطية، البروجكشن بيرسوناليتي. يعني إيه الشخصية الإسقاطية؟ عارفين يعني إيه إسقاطية؟ حد عارف يعني إسقاط؟ يعني إيه؟ الشخصية بتاعت الشماعة. يعني ايه الشخصية بتاعت الشماعة؟ اسقاط ان انا برمي تقصيري على الاخرين بحيث ان انا اطلع على طول انا ايه؟ بريء. دي شخصية اسقاطية. يعني مثلا انا شايف يا حبيبي انك انت مقصر انك انت تروح الكنيسة، يكون رده ايه الشخصية الاسقاطية؟ عارف يا ابونا لا في كهنة كويسين ولا شمامسة كويسين ولا خدام كويسين ولا كنيسة كويسة. يعني مين الوحش؟ كل اللي حواليه. طب وانت ايه؟ انا لو عليا انا مكاني الاساسي الفردوس، بس الكنائس بتاعتكو يعني في حالة الحقيقة ما تسمحش ان الواحد يجي ويصلي فيها. فهو حالة اسقاط دايما دايما. يعني ممكن تكون في ام بنتها سلوكها في مدارس الاحد صعب جدا جدا جدا، وبتشاكس في البنات وبتعثر البنات وترد، وبعدين الخادمه تقول لها بلاش الموبايل يا حبيبتي في مدارس الاحد، تقول لها انا هستخدم الموبايل بمزاجي وما تقدريش تاخدي الموبايل مني ولا تقدري تطلعيني كمان من الفصل. فتبتدي تقول للام، تقول لها بنتك عنيده، بنتك حصل معاها 1 2 3 ساعدينا في البيت عشان تساعدينا. تقول لي بص يا ميس بصراحة الدروس بتاعتكم مملة، انتوا لو الدرس بتاعكم يشد كانت بنتي عملت كده كانت رمت الموبايل طبعا وسمعتك، لكن انت درسك وحش جدا.
وبتنيمي البنات. خلاص افضلي اعملي اسقاط، بس في الاخر خالص مين اللي خسران؟ انت مش الكنيسه، بنتك مش مدارس الاحد. فسهل قوي الانسان يعمل اسقاط. عارفين يعني الاسقاط ده؟ في واحد يسبق بالاسقاط، يعني راجل مثلا جاي متاخر، قال لمراته جاي الساعه 9 وجه الساعه 11، فيسبق بالاسقاط. يعني خش ايه البيت الملخبط ده، كنت بتعمل ايه طول النهار؟ ده اسقاط، ده نوع تاني، شكل تاني من الاسقاط، اللي هو ايه زي ما بيقولوا عليه بالبلدي ايه، يقلب الترابيزه. عارفين يعني ايه يقلب الترابيزه؟ يعني ما اعرفش، بس هي يقلب الترابيزه وخلاص يعني. المهم انتوا فاهمين وخلاص، مش كده؟ ادي شخصيه اسمها الشخصيه الاسقاطيه. يبقى الشخصيه الدينايل والشخصيه الاسقاطيه، او الشخصيه الانكاريه والشخصيه اللي بتعمل اسقاط، والشخصيه الكسوله لا يمكن فعلا تتغير ما لم تخرج من انكارها او اسقاطاتها او كسلها. شخصيه رابعه كمان لا يمكن تتغير، اسمها الشخصيه ايه؟ المكتفيه. عارفين يعني المكتفيه؟ اكتفاء. يعني اكتفاء؟ I'm good، انا كويس قوي، انا كده حلو، انا كده حلو. انت عاوز تجيب ايه؟ مقبول. طيب ما تشد شويه وتجيب جيد، حتى جيد كده في البكالوريوس، ولو شديت شويه يبقى جيد جدا. هو مش كسول بس هو مكتفي. ليه؟ طيب ما تحاول تطور في شغلك عشان تترقى على قد فلوسهم. هو مش كسول بس مكبر، مكبر. دي شخصيه مكتفيه. دي موجوده في الكتاب المقدس، موجوده في رؤيه 3، ان المسيح بيعاتب احد الاساقفه بيقول له انك انت استغنيت وقلت انك غني وانت البعيد بائس وفقير. انت شايف انه بقى اسقف وقاعد على الكرسي، هتعمل ايه تاني؟ لا كده كويس، انا اسقف، لا انا حلو معايا عصايه. طب ناوي تعمل ايه يعني؟ انا اسقف. ايوه يعني ناوي تعمل ايه؟ الحمد لله اسقف. يعني ناوي تعمل ايه؟ ده بعد عنك شخصيه مكتفيه، ده لا بيطور نفسه ولا يغير نفسه، هو راضي قوي قوي قوي، يعني عنده كده قناعه انه زي الفل، وما دام انا زي الفل اطور ليه؟ اتعب ليه؟ اجتهد ليه؟ الشورت كات فين؟ الايزي واي فين؟ فين الحته المختصره؟ فين الحته اللي ليه ما تستاهلش؟ ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل. وبعدين انا زي انا فل، انا فل، رايك ايه؟ فل. ويقولها بثقه كده، مش عارف جايبها منين يعني. يعني بقالك قد ايه في الكليه؟ كليه التجاره. يقول لي بقالي 6 سنين. كويس، يقول لي فله. طيب بتعمل فله، تعرف ايه في الايمان، تعرف ايه في العقائد، تعرف ايه؟ زي الفل، كويس. اصل بص المهم ده، طب انت واثق ان ده نظيف يعني ونقي؟ المهم ده، ده حاله من الاكتفاء، ده ما عندوش طموح، ما عندوش رغبه في تغيير. الحمد لله. عارفين الواحد يكون الطموح بتاعه زيرو، هو دي الشخصية المكتفية. دي شخصية ممكن تتغير، أنا بواجهك لأنك ممكن تكون فيك حاجة من الحاجات دي، فالحق فوق بدل ما العمر يسرقك ويسرقك. شخصية مكتفية، شخصية مكتفية. في شخصيات طموحة. يعني بقى شخصيات طموحة؟ يقعد يحفظ كل يوم فيرب الانجليزي بالتصريف بتاعه ويدخله في جمله ويسمعه مرتين ثلاثه وينطقه زي ما الامريكان بينطقوه وينطقه زي ما الانجليز بينطقوه ويطور نفسه ويطور. في ناس بتطور نفسها، في ناس بتاخد كورسات. يعني انا كان عندي ولد من ولادي كان صيدلي، وبعد كده فضل يدرس في مايكروسوفت لدرجه بقى خبير، خدته شركه في هولندا بقى مدير الاي تي والكمبيوتر وكل حاجه في الدنيا عندهم. ليه؟ فضل يدرس وحس ان دي موهبته، ما عندوش اكتفاء. وفي واحد عنده اكتفاء. يعني انت بتصلي ايه؟ ابانا الذي وصلاه الشكر ارحمني يا كاظم حبيبي. بالك قد ايه بتصليهم؟ يقول لي بقى لي 15 سنه من ساعه ما انا كنت في اولى اعدادي، واب اعترافي قال لي ابانا الذي وصلاه الشكر ارحمني. طب ما بتصليش مزامير؟ لا. طب ما تجرب تزود المزامير والقطع مثلا والتحليل؟ لا انا كده حلو قوي في كل حاجه، انا كده حلو، انا كده حلو. طب ما تحضر معانا مؤتمر تحس بربنا وتنفعل كده وتبتدي يبقى فيه طموحات روحيه. لا ما بحبش مؤتمرات. ليه؟ انا كده حلو قوي، انا قداس ومظبط نفسي لا انت كده في حاله بتنزل مش بتطلع. يبقى دي رابع شخصيه ما بتتغيرش، اللي هي عايشه في الاكتفاء. قلنا كم شخصيه من الاول؟
واحد الدنايل او الانكارية، اتنين الكسول، تلاتة الشخصية الاسقاطية، اربعة المكتفية، خمسة الشخصية المبررة. يعني ايه المبررة؟ قريبة قوي من الاسقاطية بس مش 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 زيها بالظبط. يعني ايه مبررة؟ يعني علشان هو مش عاوز يتغير وعلشان مش عاوز يتعب بيبرر اللي هو فيه. حبيبي انت ما خدتش كورسات ليه؟ أصل بابا موظف حكومة، أعمل إيه يعني؟ أتبعه يعني؟ لا، ما في كورسات أونلاين وفي حاجات ببلاش على فكرة لو أنت عاوز، ولو أنت فتحت كتاب تالت إعدادي بتاع الإنجليزي وحفظته مستواك في الإنجليزي هيتحسن. بس هو أساساً بيبرر، بابا معهوش فلوس. يبرر الخطية، يعني مثلاً راجل أبونا يقول له في خطايا، يقول له مرة كذبت مرة انفعلت، الإنسان خطأ يا أبونا، ما فيش حاجة تانية تطمن. فأبونا كده يتجرأ يقول له ما فيش نظرات وحشة؟ شوف الشخصية التبريرية، يقول لك كل الرجالة بتبص يا أبونا. طيب أوقات بتشتم، كل اللي بيسوقوا بيشتموا يا أبونا. طب أوقات بتحلف، ما هو لازم أحلف عشان الناس تصدقني يا أبونا. طب يا فين الخطية؟ هو لا معاه حق، الراجل ما اعترفش بيها لأنه أساساً هو مش شايف إن دي إيه؟ خطية. دي اسمها إيه؟ التبرير. يعني مثلاً أنا اتعصبت عليكي، فالاتعصبت عليكي المفروض أنا كده غلطت، اتعصبت، لما أشوفها أعمل إيه؟ أعتذر وأخد بخاطرها. فيقول لي أنت على فكرة غلطت قوي فيها والمفروض تعتذر لها. أقول لها أنا كنت تعبان وهي جات لي متأخر وما كنتش نايم قبليها وراجع سايق من أبو ثلاث أربع ساعات والدنيا كانت حر والعربية عملتها معايا والبطارية طفت. ها كمل يا أخوي أبرار، كمل تبرير وكمل أعذار. في الآخر خالص أنا كل ده بعمله عشان أنا مش ناوي إيه؟ أعتذر. في ناس يقول لها يا تنت اللي غلطانة، ده أبونا كان راجع تعبان وسايق والعربية عملتها، وأنت اللي تروح تسلمي عليه يا خاطية، تسلمي عليه. أنتوا خدين بالكم من اللي أنا قلبتها إزاي؟ دي الشخصية التبريرية. الشخصية التبريرية ببر. حد يقول الزوجة مهملة شوية، أنت مهملة في بيتك ليه؟ ما حدش بيشيل معايا وما حدش بيخدمني في البيت. أيوة طب بس أنت ما بتشتغليش وعندك وقت، يعني قسمي وقتك تعملي شوية خضار وشوية طبيخ وشوية تنظيف. أنا ظهري بيوجعني، أشوف لكم حجة، استنوا عليا. النجفة بترعش، بتتعب عيني وأنا بروق البيت، أي حاجة في أي حاجة. دي اسمها شخصية إيه؟ تبريري، اللي دايما بيبرر. انت سقطت ليه يا حبيبي؟ ما جبتش ثانوية عامة. كانوا بيتفرجوا على التلفزيون ويضحكوا طول النهار وانا قاعد لوحدي في الاوضه بذاكر، ازاي انجح انا؟ ازاي انجح اذا كنت قاعد مع ناس مش حاسه بيا في المعامله؟ يعني اعملوا ايه يعني؟ يلبسوا لك اسود طول السنه علشان يقعدوا معاك يشجعوك في المذاكره؟ ما يبطلوا حياه علشان حضرتك تنجح؟ دي شخصيه اسمها الشخصيه التبريري. طول ما انا ببرر غلطي انا عمري ما هتوب عنه. ودي مشكلة اللي بيقابلها أي كاهن مع أي اتنين متجوزين، كل واحد جاي يشاور على أخطاء التاني ويبرر خطأه، والتاني لما أجي أسأله يعمل إيه؟ يشاور على أخطاء الأولاني ويبرر إيه؟ خطأه. وقع في اللوب، عارفين اللوب اللي هي الدائرة المغلقة؟ أو لا، طب أنت ليه اتعصبتي عشان هو استفزني؟ ليه استفزتها عشان هي ما عبرتنيش؟ طب ليه ما عبرتكوش عشان هو ما جابليش هدية؟ ليه ما جبتلهاش هدية؟ بنسى، وإيه المشكلة؟ طيب ما كنت تفكريه، مش أنا اللي أفكره، كرامتي تنقى أحلى. طب ما كنت تكبر وأفضل رايح جاي كده، مش عارف أعمل حاجة خالص، لأن كل واحد ما حدش ده. مرة في خناقة أبونا قال طب بص يا جماعة خلاص، أنت شايف فيها 100 غلط وهي شافتك 100 غلطة، أنا عاوز كل واحد فيكم بس يقول على غلطتين هو وبيقع فيهم. غلطتين. ما حدش قال حاجة. قال أنا دايماً يا أبونا خطأي مترتب على خطأ هي عملته. أبونا قال لها وأنت؟ قالت له نفس الإجابة. تبرير. وفي الآخر خالص مشاكلنا مش هتتحل، لان لازم اواجه نفسي انا بمشكلتي عشان اعرف احلها. احنا قلنا كم شخصيه؟ نكتفي بشخصيه عشان لسه نشوف العلاج. اخر شخصيه اللي حد هنا قالها اليائس، في حد قال اليائس؟ فعلا الشخصيه اليائسه هي شخصيه صعبه جدا تتغير، او صعبه جدا انها تتجدد او تتوب او تقوم باي عمل. ليه؟ يائس.
انا مفيش فايده فيا. هو مصدر. فاكرين لما انا كنت بجاوب على احد سؤال بقول لو انت كررت الفكره تصدقها؟ يعني لو انا فضلت ايه انا فاشل، يعني مثلا ايه انت سوري يعني جسمك زايد شويه في الوزن، فاقول لك يا حبيبي لازم تخس شويه، فانت ترد عليه تقول لي ابونا انا في موضوع الرجيم ده فاشل. كلمه انا في موضوع الرجيم ده فاشل معناها ايه؟ انه اخذ قرار انه مش ممكن هيحاول تاني، وما دام بطل يحاول يبقى ما فيش امل في التغيير. فاوقات احنا بنوصل للاحباط والياس بسهوله، ودي بتبقى اكبر ضربه ضربتها في حياتك. علشان كده انت مش هتتغير، عشان كده انت مش هتتطور ولا حتى هتتوب. انا يائس. بص يا ابونا انا من سن 12 سنه في خطيه مبهدلاني، وانا النهارده عندي 25 سنه، بقالي 13 سنه اوعد ربنا واصوم واروح لاب اعترافي وقريت كل الكتب اللي في الموضوع دوت ومفيش فايده فيا، انا لسه بقع فيها. انا بقول لك مفيش فايده فيا. طب جاي لي ليه؟ جاي لي ليه؟ اذا كنت انت بتقول انا هوبليس كيس ومش، لا اوعى تقول كلمه مفيش فايده دي، لان ما دام انت صدقتها يبقى مش هتنفع. يعني في حد واحد بيقول ايه، يعني كان كبير عنده 45 سنه، فبيقولوا يعني انت ما بتسوقش؟ قال لهم لا ما بسوقش. قال لهم ليه؟ قالوا له ليه؟ قال لهم لان انا فاشل في السواقه. قالوا طب حد علمك السواقه؟ قال لهم انا اساسا ما سمحتش ان حد يعلمني السواقه. ليه؟ عشان انا فاشل في السواقه. معلش يا حبيبي معلش، عشان اوقات برضو الضغط بيعلى. طب ناخدها حته حته. يعني انت بتقول ما فاشل في السواقه، جربت تسوق؟ لا. جربت حد يعلمك؟ لا. جربت تركب عربيه وتعمل على الدريسون كده بيب بيب وهي واقفه؟ لا. طب حكمت على نفسك ازاي انت فاشل في السواقه؟ يقول لك اصل وانا في رابعه ابتدائي ركبت عجله وقعت واتجلطت في رجلي، فانا عرفت ان انا فاشل في السواقه. وصل لسن 40 سنه وبقى جات له فوبيا انه يركب ويقعد حتى العربيه مطفيه، ما يقعدش على كرسي السواق. ليه؟ صدق انه فاشل في السواقه. اوقات كتيره قوي انا بصدق حاجه وما دام دخلت جوه الوجدان وجوه العقل الباطل انا حكمت على نفسي ان هفضل فاشل فيها مدى الحياه. الشخصيات اللي انا قلتها السته دي مش هتتغير. ليه مش هتتغير؟ لانه مكتفي، لانه واقع في الانكار، لانه واقع في الاسقاط. كل الحاجات دي مش هتتغير فيه. طيب انا مش جاي اقول لكم مشكله من غير ما احلها. طيب انا فيا المشكله دي يا اما التبرير يا اما الانكار يا اما التبرير يا اما الاسقاط يا اما الكسل. انا واحد من دول، اعمل ايه؟ حد عنده اقتراحات؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه علشان فعلا اتغير؟ اعمل ايه عشان اطلع بره العيب اللي انا قلت عليه النهارده؟ هناخد شويه نقط. اول حاجه، صدق حبايبك اللي بيقولوا لك على عيب فيك. يعني ممكن تقولي فلانه دي لما قالت انك انت مغروره دي بنفسنا منك وبتحاول تقطم فيكي فكده، لكن تصوري دي من شبرا ودي من الظاهر ودي من مصر الجديده، وانت هنا في الشغل وهنا في النادي وهنا في جارتك، والتلاتة قالوا لك على صفة فيك، كلهم التلاتة قالوا انك انت مغرورة. هتقع في الدينايل ولا هتقع في التبرير ولا هتقع في الاسقاط؟ انتوا كلكم بتغيروا مني وعشان كده شايفيني كده. مدام ربنا سمح لي بان اكتر من واحد يشاور على عيب في شخصيتي، لازم اقول امين العيب ده فيا. زي البنت اللي صورت لي الخمسين صورة ديت ولا الاربعين صورة على الموبايل وبتقول انت بتبرق، وانا كنتش مصدق ان انا ببرق، بس طلعت ان انا ببرق وببرق بزيادة شوية كمان. لما انا لقيت كده ما قدرتش انكر، بس في واحد ينكر يقول لك اكيد انت عاملاها فوتوشوب. انا مش كده، ده مصر بقى، ده مصر، يبقى عمره ده ما هيتغير. لكن انا اول حاجة صدق اللي الناس بيبعتهم لك ربنا عشان يقولوا لك على احد عيوبك عشان تبتدي تغير نفسك فيها. اعرف ان احد العيوب الستة اللي انا قلتها سواء الكسل او الانكار او الاسقاط، لو انت ما عالجتهوش ممكن يكون سبب في هلاكك وخسارتك لابديتك، فساعتها تاخد الموضوع بجد شوية. تصور انا كسول،
شايف كل يوم الكتاب المقدس على المخدة، ده انا حطه على المخدة علشان افتكر، حطيته على المخدة وكل يوم كده بصله بتأمل ورحم ثلاث مرات وارشم الصليب وانام. طب وبعدين انت لما تعمل كده وانت نايم الكتاب المقدس هيطلع اشعاع يحفظك ايات يعني؟ طب ما تفتحه، ما تفتحه. لو انت كسول ومكسل عن الصلاه ومكسل عن الصوم ومكسل عن القداس ومكسل عن التوبه ومكسل عن الانجيل، باي وش تقول بقى يا سلام امتى يا رب يجي اليوم اللي نتقابل فيك وجها لوجه؟ الحق اقول لكن اني لا اعرفكن. فيبقى لازم الانسان نمره واحد، نمره واحد يصدق النقد اللي بيتقال له من حبايبه، اتنين انه يعرف ان لو ما تخلصت من العيب ده بيجازف بابديته كلها ونصيبه في السماء. تالت حاجه اقف قدام ربنا واقول له اشكرك من كل قلبي انك نورت عيني على العيب اللي في شخصيتي، وارجوك تعالى ساعدني ان انا اقدر ابطل العيب ده. كفايه قوي في السن ده كل ما واحد يواجهني بعيب ابرر قول اصلي كانشي غصب عني، قول اسف يا اخي، قول اخطيت يا اخي، قول مش هعمل كده تاني، خلي عندك رجوله روحيه. لغايه امتى هتبرر ولغايه امتى هتنكر ولغايه امتى هتسقط تقول انتوا السبب، انتوا السبب مش انا، انا ضحيه ان انا عايش في وسطيكم. لا مانع بعد الثلاث خطوات اللي فات ان يكون ليك مرشد روحي تقول له انا اكتشفت في نفسي ان انا شخصيه تميل للكسل، شخصيه تميل للتبرير، شخصيه لا تعترف بخطأها بل ترمي اخطائها على الناس اللي حواليها. لازم يا بونا او لازم يا استاذي او لازم يا مستي تساعديني في تلاقي لي علاج. لازم اوقات كتير بعض الامور اللي ليها تريس ما بين الحياه الروحيه وما بين الحياه النفسيه بتحتاج مرشد مختبر شاف من ده كتير يساعدني ويديني بوش وبتجيب نتيجه. يعني ما واحد كسول او واحد واو الاخر نقول له طيب انا هقول لك حاجه، اعمل قرايه كذا كذا والخادم الفلاني تبعت له مسج كل يوم انت قريت ايه والساعة 10، وتعمل لنفسك الارم، والالارم ده يعني انت عارف انت ممكن تسجل الارم، انت يعني ممكن تختار موسيقى للالارم، وممكن انت تسجل فايل بصوتك تحوله لموسيقى تتحوله يعني تعمل بيه الارم، فانت تقول لنفسك كده تعمل الالارم، قوم صلي بطل كسل، قوم صلي بطل كسل، قوم صلي بطل كسل، قوم صلي بطل كسل، وبعدين معاك بقى مثلا. تصور انا بقول لنفسي كده في الاخر متهيألي هتحرك واقوم، بس في تدريبات كتيره قوي، بس يكون عندك النيه انك عاوز تتغير مش تفضل مصر على الاعذار الواهيه اللي انا قلتها لك من شويه. ربنا يدينا نعمه لان ربنا عاوزنا نتغير، بس احنا اوقات بسبب طبعنا واصرارنا على اللي احنا فيه وان احنا ناس مكتفين ومش عاوزين ننمو مع الله بنعطل عمل الروح القدس جوانا اللي عاوزنا نكبر ونتغير. ربنا يديني ويديكم، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.